لقد طلب مني أن أقوم بعمل بعض مسائل النقاط الحرجة والعظمى والصغرى والتقعر، لذا سوف أقوم بحل بعض المسائل. وهذه المسائل قد أرسلها إلي صديق، لا أعلم من أين هو، لكنها مسائل مثيرة للاهتمام، ولم أقم بحل أي شيء مثل هذه سابقا، لذا أعتقد أنني سأقوم بحل نفس المسألة التي أعطاني إياها بالضبط. إذا المسألة الأولى هي: قم بتحديد النقاط الحرجة وأوجد القيمة العظمى والصغرى على الفترة المعطاة، وقيل لنا أن إف الإكس يساوي إكس تربيع زائد 4x زائد 4، والفترة التي سنهتم لأمرها هي من ناقص 4 وتتضمن ناقص 4، لهذا السبب لدينا أقواس هنا، إلى 0. وكما تعلمون فإن مفهوم الفترة هذا إذا كان مكتوبا كهذا مع أقواس فسيعني جميع الأعداد بين ناقص 4 و0، لكن لا يشملهم. هذه فترة مغلقة، لذا تشمل فيها ناقص 4 وتشمل 0. هذه تسمى بفترة مفتوحة، لكن على أي حال يمكنك تجاهل هذا لأن ذلك ليس ما هو موجود في المسألة. إذن أول شيء مطلوب هو ما هي النقاط الحرجة، والأشخاص على اختلافهم يستخدمون مصطلحات مختلفة، لكن مصطلح النقاط الحرجة يعني جميع النقاط المثيرة للاهتمام، لذا هي نقاط بحيث تساوي المشتقة صفر أو تكون المشتقة غير موجودة. لكن كما نرى في هذه الفترة إننا سوف نتمسك بالمشتقة F فتحة للإكس تساوي 2x زائد 4. إذن لماذا هذا يساوي صفر؟ دعونا نرى، 2x زائد 4 يساوي صفر، 2x يساوي ناقص 4، على الأرجح أنني ارتكبت خطأ هنا، x تساوي ناقص 2. عندما x تساوي ناقص 2، ما قيمة f ناقص 2؟ نحن نعلم أن إف فتحة لناقص 2 يساوي 0، لقد أوجدنا ذلك. إذن نحن نعلم أن الميل على هذه النقطة هو 0، لكنني أريد أن أعرف ما هو إحداث النقطة. إذن إف ناقص 2 يساوي 4 ناقص 8 زائد 4، بالتالي إف ناقص 2 تساوي 0. دعونا نقيم الاقتران على نقاط النهاية من هذه الفترة، أي إف ناقص 4 يساوي ناقص 4 تربيع يساوي 16. حسناً، 16 ناقص 16، إذن ذلك يساوي 0. ثم زائد 4، إذن إف ناقص 4 يساوي 4. ثم ما هي قيمة إف الصفر؟ إف الصفر تساوي 4. إذن يمكننا أن نقوم بتمثيل هذا بيانياً الآن. دعوني أمثل الاختلاف بيانياً. إذا كان هذا محور X وذلك محور Y، الفترة التي نهتم لأمرها هي من x تساوي ناقص 4 ناقص 4 من ناقص 4 إلى 0. إذن أول شيء طلب منا سوف نحدد النقاط الحرجة. النقاط الحرجة هي عندما يساوي الميل 0، وذلك عندما f تساوي ناقص 2، ويحدث ذلك على النقطة ناقص 2 مع 0، أي هنا، وهو مباشرة يقع بين هاتين النقطتين، لأن هذا قطع مكافئ وتماثله. فإذا انتقلت بمقدار 2 في الاتجاه الآخر فإن الاقتران يجب أن يكون له نفس القيمة، لكن على أي حال تجاهلوا ذلك إذا كان يربككم. إذا على ناقص 2 يكون لدينا ميل سالب، إف الصفر تساوي 4 وإف ناقص 4 تساوي 4،
إذن الرسم البياني سوف يبدو هكذا، وسوف أرسمه بلون آخر. وبما أننا نهتم فقط لأمر تلك الفترة، فدعونا فقط نمثله بيانيا فوق تلك الفترة، سوف يبدو هكذا. وإذا قلنا أن هذه نقطة حرجة وكان المطلوب أن نعرف النقطة العظمى والصغرى، حسنا، إن النقطة الصغرى واضحة، إنها عبارة عن هذه النقطة الحرجة الموجودة هنا، حيث أن المشتقة تساوي صفر. وإذا أردتم استخدام ما يسمى بنظرية التقعر، لكن أتمنى أنكم حصلتم على فكرة السبب وراء هذا، سترون أن المشتقة الثانية على هذه النقطة تكون موجبة. وما هي المشتقة الثانية؟ إذا كان هذا إف فتحتين للإكس لجميع قيم إكس يساوي 2، إذن في الحقيقة إنه على أي نقطة تختبرونها سوف تحصلون على المشتقة الثانية وهي موجبة، بشكل خاص على هذه النقطة الحرجة، حيث أن المشتقة الأولى هي صفر، المشتقة الثانية الموجبة تخبرك أن الميل يتزايد بانتظام، إذن نسبة الاختلاف في الميل تكون موجبة، إن الميل سالبا هنا أقل سالبية يتجه إلى الصفر ومن ثم يستمر بالازدياد فيصبح موجبا أكثر ويصبح ميلا موجبا أكثر هناك. لذا أعتقد أن هذا خارج إطار هذه المسألة، لكنه من الجيد الحصول على الفكرة. ومطلوب منا أن نعرف النقاط العظمى. حسنا، القيمة هنا x تساوي ناقص 4، والقيمة x تساوي صفر، كلاهما نقاط عظمى، إنهما يرتبطان في الموقع الأول. إذا تلك هي النقاط العظمى x تساوي صفر و x تساوي ناقص 4. بإمكانك أن تقول 0 مع 4 أو ناقص 4 مع 4. ما هي المسألة التالية؟ دعونا نرى. فهم المسألة والمصطلحات أمر مربك أكثر من المسألة نفسها. إذا أعطينا أن اتش ال ار يساوي 1 تقسيم ار، ونهتم لأمر الفترة، إنني أفترض هذه الفترة على ار من ناقص 1 ناقص 1 إلى 3، وسوف نشمل ناقص 1 و3 لأن لدينا أقواس. حسنا، ما هي النقاط الحرجة؟ إنها النقاط حيث تكون إما المشتقة صفر أو تكون المشتقة غير موجودة. حسنا، الآن هذا يجلب لنا نقطة مثيرة للاهتمام. سوف نرى بسرعة أنه يوجد نقطة هنا حيث تكون المشتقة غير موجودة، لكن الاقتران أيضا لا يكون معرفا على تلك النقطة، إذا تلك ليست نقطة حرجة. ولكي نحصل على نقطة حرجة، وهذا الأمر تقني بعض الشيء، أبسط شيء أن المشتقة هي صفر، المشتقة تساوي صفر، النقطة الحرجة الأخرى، وقد كنت غير دقيق بعض الشيء عندما قلت سابقا، هي عندما لا يوجد مشتقة، لا يوجد مشتقة، لكن اف الاكس معرف، إذا كما سترى في هذه المسألة أنه يوجد نقطة بحيث تكون المشتقة غير معرفة، لكن f الـ x أو في هذه الحالة h الـ r هو أيضا غير معرف على تلك النقطة، لذا لن تكون نقطة حرجة. أو ربما أنها كذلك، لا أعلم، استنادا إلى كيفية تعريف معلمك لها، لكن الطريقة التي تعلمتها هي نقطة حرجة إذا كانت المشتقة غير معرفة لكن الاقتران معرف. على أي حال، ما هي المشتقة هنا؟ اتش فتحة للآر،
حسنا، ذلك R للقوة ناقص واحد، ذلك يصبح ناقص R للقوة ناقص اثنين، وذلك ناقص واحد تقسيم R تربيع، تلك هي المشتقة. هل يمكن أن يساوي هذا الصفر؟ حسنا، لا، لن يساوي الصفر أبدا، لكن أين يكون غير معرف؟ حسنا، يكون غير معرف عندما R تساوي صفر، و R تساوي صفر موجودة في تلك الفترة. إذا اتش فتحة للصفر غير معرف، غير معرف، لكن اتش الصفر غير معرف أيضا، لأن واحد تقسيم الصفر غير معرف، اتش الصفر أيضا غير معرف، لذا لن أعتبر تلك أنها نقطة حرجة، إنها عبارة عن نقطة تكون فيها المشتقة والاقتران غير معرفين. وبذلك كيف يبدو الرسم البياني؟ حسنا، دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نرسم الفترة. ربما أننا نريد أن نرسم بعض النقاط، ذلك ما اعتدت دائما أن أفعله إذا لم أتمسك بمسألة رياضيات. أريد أن أقوم بتمثيل بعض النقاط بيانيا، بإمكانك دائما أن تخطئ بهذا. دعونا نرى، واحد تقسيم R، إذا نريد أن ننتقل من ناقص واحد إلى ثلاثة، لذا سوف نحصل على بعض القيم السالبة. إذا نريد أن ننتقل من R، هذا محور R، هذا هو اقتران R، هذا هو محور H ال R، لذا سوف ننتقل من R تساوي ناقص واحد إلى R تساوي ثلاثة، إلى R تساوي ثلاثة. ويمكننا أن نعين بعض النقاط، ما هي قيمة h السالب واحد؟ إنها واحد تقسيم سالب واحد، لذا هي هذه النقطة الموجودة هنا. ثم إن ما يحدث هو أننا نصل إلى أعداد سالبة أصغر فأصغر. حسنا، فكروا بهذا، إذا كان لديكم ناقص واحد تقسيم اثنين هنا، عندما R تساوي ناقص واحد تقسيم اثنين فإنه يتجه إلى ناقص اثنين، وفي الواقع يتجه إلى الخط المتقارب، إننا نهتم فقط لهذه الفترة، لذا سوف يبدو هكذا، سوف يتقارب من سالب ما لا نهاية. إذا استمريت في رسم هذا وصولا إلى الأسفل فإن ذلك يكون خط متقارب، ومن ثم ما هي قيمة h الثلاثة؟ حسنا، h الثلاثة سيكون واحد تقسيم ثلاثة، سيكون عبارة عن عدد صغير نسبيا، ومن ثم ما الذي سيحدث كلما اقتربنا أكثر من الصفر؟ إذا وضعت قيمة صغيرة جدا هنا ستحصل على أعداد أكبر فأكبر، إذا هذا في الواقع يتقارب من موجب ما لا نهاية، لذا سوف يبدو هكذا. لدي دائما مشكلة في رسم هذه القطوع الزائدة، إنه يبدو هكذا، سوف يتجه إلى موجب ما لا نهاية، إذا ذلك يتجه إلى موجب ما لا نهاية، وهذا يكون على هذا الجانب ويتجه إلى سالب ما لا نهاية. وبصراحة إنه من خلال النظر إلى هذا الرسم البياني سترى لماذا لا يكون الرسم البياني معرفا على الصفر. من الجانب الأيمن تقترب النهاية من موجب ما لا نهاية، من الجانب الأيسر تقترب من سالب ما لا نهاية وواحد تقسيم صفر غير معرف. بشكل مشابه، لماذا لا يمكنك أن تحصل على مشتقة؟ لأن تعريف المشتقة هو أن تأخذ نهاية، والنهاية يجب أن تكون صالحة من كلا الاتجاهين، وكما نرى فإن النهاية غير صالحة من كلا الاتجاهين هنا. إذا ما هي النقاط العظمى والصغرى هنا؟ حسنا، إذا نظرنا إلى هذه القيمة ربما أننا سنقول هل تلك نقطة صغرى؟ حسنا،
لا، لأن لديك قيم أقل منها بكثير. في الواقع لديك قيم تتجه إلى سالب ما لا نهاية في هذه الفترة، ومن ثم تقول حسنا، هل هذه نقطة عظمى؟ حسنا، لا، لديك قيم تتجه إلى موجب ما لا نهاية في هذه الفترة. إذا يتضح لنا في الواقع أنه لا يوجد، أعني أن هذا أعني أن هذا غير مناسب، لكن إلى حد ما على الصفر نكون على كل من موجب وسالب ما لا نهاية استنادا إلى الاتجاه الذي تأتي منه، لكن هذا في الحقيقة ليست لديه نقاط عظمى وصغرى لأن الرسم البياني غير معرف على الصفر. ثم إنك تعلم أنه إذا قلت حسنا، ماذا لو أصبحت قريبا جدا من صفر وسميت ذلك بالنقطة العظمى؟ ثم تقول لا، لكنه يوجد نقطة أقرب أكثر وتحتوي على قيمة أكبر، أقرب أكثر إلى ما لا نهاية. إذا في الواقع لا يوجد نقطة معينة تعد قيمة عظمى، لذا فإن هذا مثير للاهتمام. على أي حال، لقد استهلكت 11 دقيقة، وبرنامج اليوتيوب قد خصص لي وقت إلى هذا الحد، لكن بعض الأشخاص أخبروني أنهم يفضلون أن تكون مدة الحصة 10 دقائق، لذا سوف أتوقف الآن وسأكمل هذه المسألة في عرض آخر. إلى اللقاء.